ولمتابعة الفرق العمانية المشاركة في مهرجان المسرح الخليجي في نسخته 14 ينضم إلينا عبر الهاتف إسماعيل بن خميس الرواحي رئيس فرقة تواصل المسرحية. بداية أخي إسماعيل، لو تطلعنا والمشاهدين على مشاركتكم في مهرجان المسرح الخليجي والأهداف المرجوة من هذه المشاركة. أهلا وسهلا جميعا، ونرحب بالأخوة المشاهدين. طبعا أتت مشاركة فرقة تواصل الممثلة بعرض مسرحية الروع في مهرجان المسرح الخليجي، واللي طبعا يستقطب عروض مختلفة من مختلف الدول الشقيقة من دول الخليج العربي. تم اختيار الروع من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، طبعا عن طريق لجنة تم إعدادها مخصصا لتحديد العرض المشارك من سلطنة عمان وتمثيل بقية الفرق أيضا في هذا المحفل الخليجي. طبعا من أهم الأهداف هو أنه إحنا نعكس الصورة ومدى التطور اللي حصل في المسرح العماني، خاصة يعني في السنوات الأخيرة، وأيضا نصل بثقافة المسرح العماني وموروث المسرح العماني إلى جميع الأخوة من دول الخليج، وحتى يعني ضيوف المهرجان أيضا من خارج دول الخليج. نعم، من خلال عرض مسرحية الروع لاحظنا بأنها تستند للحكايات والأساطير الشعبية في سلطنة عمان. في نظركم، هل لهذه الاقتباسات من الموروثات الشعبية للمسرحية زخم وإقبال من المشاهدين؟ بالتأكيد طبعا، يعني مثل هذا النوع خلينا نقول من القصص الدرامية اللي تستند على مثلا أسطورة معينة. لما نتكلم عن الروع احنا نتكلم يعني عن شخصية تاريخية أسطورية، يعني يكاد تكون موجودة حتى في كل بيت خليجي يعني بمختلف مسمياتها. مثل يعني الاشتغال على هذه الأعمال هو مثل ما قلت، هو في تصدير لتاريخ البلد نفسه، لثقافة البلد نفسه، وأيضا يعني يتيح لك مجال لما تشتغل اشتغال مثلا على خلينا نقول المسرح الشعبي، يتيح لك المجال الكبير أنك أنت ممكن تدعمه ببعض الموروثات الثقافية ما يتعلق بالموسيقى وغيرها من الأشياء والهازيج وكل ما يتعلق بالبلد نفسه. نعم الأستاذ إسماعيل، قبل أن نودعك لو نتحدث عن مشاركاتكم المسرحية السابقة وكذلك الخارجية في قادم الوقت. فرقة تواصل المسرحية طبعا أتى تأسيسها هي من 2013، وكانت تضم في الأساس مخرجات المسرح الجامعي من جامعة السلطان قابوس. بعد ذلك طبعا أصبح توجه الفرقة استقطاب كل المخرجات الجامعية من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة للطلبة اللي هم مشتغلين أساسا في المسرح، وبنت عندهم التجربة وبنت عندهم الخبرة. مشاركات الفرقة دوليا يعني كانت تتمثل في بعض المشاركات لعروض جماهيرية يتم تقديمها في خارج البلد. قدمنا عروض في الكويت وقدمنا عروض في قطر، في الإمارات كذلك، وحاليا طبعا هذه المشاركة الخليجية في مهرجان المسرح الخليجي لأول مرة تشارك فيه الفرقة. طبعا الفرقة أيضا تنفذ أيام تواصل المسرحية بشكل سنوي، وهي جميع الأعمال من إنتاج الفرقة، والحمد لله يعني النسختين السابقتين لاقت إقبال جماهيري كبير، وهناك أيضا انتظار وشغف للنسخة القادمة. كما طبعا تخطط الفرقة للتوسع أكثر في العروض الجماهيرية، ويعني ما راح نستهدف فقط في داخل عمان، ايضا لتقديم هذه العروض الجماهيريه في خارج السلطنه. جميل جدا. اذا كان معنا عبر الهاتف اسماعيل بن خميس الرواحي رئيس فرقه تواصل المسرحيه، شكرا جزيلا لك.